ولدت في الهواء الطلق، تعلمت في المهد لغة الطير وما تقوله الأشجار للأشجار. كانت الحرية قاسما مشتركا بينها وبين والدها، يبحث عنها بالشعر وتبحث عنها بالقانون ومناصرة الفقراء والمغلوبين على أمرهم. هكذا يبدو الأمر في حياة يارا سلام التي اعتقلت منذ يونيو الماضي وحتى الآن. هم كانوا طالعين ضد قانون التظاهر، الشرطة حطت حوالي 15 تهم: الاشتراك في المظاهرة، تخريب الممتلكات العامة أو خاصة، إرهاب المواطنين، إرهاب قوات الأمن، تعطيل الشارع. لم يكن هناك أي أحراز أو أدلة معقولة قدمتها الشرطة أو النيابة في هذه القضية. ورغم أن والدها رفعت سلام يعد أحد أبرز شعراء جيله، إلا أن قصائده في الآونة الأخيرة قد اكتسبت خصوصية جديدة، فقد استطاع أن يخرجها من العام إلى الخاص، وكيف لا يفعل وهو يكتب تلك القصائد إلى ابنته يارا. قصائده هي بتمزج الهم العام بالهموم الشخصية بالتجريب في الشعر نفسه. لما يبقى في حد مسجون في الأسرة تتحول حياة الأسرة إلى حياة باليوم بالقطعة، لأن اللي بيحدد جدول حياتك هو في الحقيقة أيام الزيارات. وبالتالي اللي اتكتب في خلال هذه الفترة هي مقطوعات صغيرة تتكتب لحظتها وخلاص. كان اهتمام يارا سلام بالدفاع عن حقوق الإنسان قد بدأ حينما كانت في 15 من عمرها، حيث تطوعت في جمعية النسور الصغيرة، وكان ذلك هو ما دفعها لدراسة الحقوق ثم الحصول على الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة نوتردام. بقت محامية وعضو في منظمة حقوق الإنسان، ومعها كمان نقاط المحامين، فأصبح من السهل عليها أنها تتعامل بشكل قانوني مع النيابة ومع الشرطة. وبالتالي اعتبرت أن مهمتها هي محاولة استنقاذ البنات اللي تم اعتقالهم. ويؤمن رفعت سلام أن يارا ستنال يوما حريتها بعد أن ظلت منذ صغرها تبحث عن حرية الآخرين.